تقاليد دينية وعائلية بتجمع المحتفلين بعيد الميلاد كل سنة، إلا أنه لكل بلد عادات خاصة فيه وببعض الأماكن بتكون غريبة. بالنمسا بابا نويل عنده خصم شرير اسمه كرامبس، بيعاقب الأطفال المش مطيعين قبل الميلاد، على عكس بابا نويل اللي بيوزع الهدايا والفرح على الأطفال. بإيطاليا بتقول القصص أنه ست ختيارة اسمها بيفانا بتقوم بمهمة بابا نويل، فبتنزل بالشوميني وبتترك للأطفال هدايا إذا كانوا شاطرين، وهن بدورهم بيتركوا لها حلوين بيت. ببريطانيا بيتناوب أفراد العيلة على تحريك خليط الحلو باتجاه عقارب الساعة، هن وعم يتمنوا تتحقق أحلامهم. بألمانيا وعشية عيد الميلاد بيخبوا الناس شجرة الميلاد، واللي بيلاقيها الصبح من الأطفال بيحصل على هدية صغيرة. بإسبانيا بيحطوا مغارة الميلاد بحوض مائي بحديقة حيوانات بمدريد. بروسيا بيصير سباق بساحة القصر بسان بيترسبورغ، بيلبس كل المشاركين فيه تياب بابا نويل لنشر أجواء الميلاد بالمدينة. بأوكرانيا بيزين الناس الشجرة بشبكات عنكبوت واللي بيعتبروها جالب للحظ، وبتقول القصة أنه كان في أرملة فقيرة ما قدرت تزين شجرة الميلاد لأولادها، فشفقت عليها العناكب وحياكت لها شبكات حول شجرتها بدل الزينة. بتشيكيا بيقوموا البنات العزبيات بليلة الميلاد برمي حذائهم صوب الباب، فإذا وقع ومقدمته متجهة نحو الباب فهيدا بيعني أنه ما لازم يتزوجوا بالسنة الجديدة، أما إذا وقع الحذاء بالاتجاه المعاكس فلازم يبلشوا دغري بالتحضير للعرس. بالصين الناس بيقدموا التفاح ملفوف بوراق ملونة، لأنه لفظ ليلة الميلاد بالصيني بيغانيي بتتشابه مع بينغو واللي بتعني تفاح بالصيني. باليابان بيعتبر دجاج الكنتاكي وجبة العشاء الأشهر ليلة الميلاد، فبيبلش حجز الوجبات أحياناً قبل شهرين من العيد. بالعراق بيحتفل الناس بالميلاد بأنه يولعوا نار قدام بيتهم وبيحرقوا أغصان شجر وأشواك، وذلك لأنهم بيعتقدوا أنه هالشي بيحقق لهم ثروة، وبعضهم بيقوم بالنط فوق النار 3 مرات لحد ما تنطفي لأنهم بيعتبروا هالشي فعل منيح. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.